نسمع نسمع حان الوقت وقت ليحضر صوت كلكم. هكا كانت إجابة رئيس الحكومة يوسف الشاهد عندما سئل على توقيت الإعلان عن التحوير الوزاري اللي طال انتظاره على إثر الشغورات اللي طالت عدد من الوزارات، كانت بدايتها في غرة مي 2017، حيث قام رئيس الحكومة بإعفاء كل من وزيرة المالية لم يزدريبي ووزير التربية ناجي جلول من مهامهم، وتكليف كل من وزير التعاون الدولي والاستثمار محمد فاضل عبد الكافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس بالإشراف على الوزارتين بالنيابة 3 أشهر فقط، وبالتحديد 14 أوت 2017. يقدم محمد فاضل عبد الكافي استقالته الرئيس الحكومة على خلفية حكم صادر ضده غيابيا، استقالة قبلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد اللي وجد نفسه مجبر على سد الشغور على الأقل في 3 وزارات: وزارة التربية اللي لا يفصلنا إلا أسابيع قليلة على العودة المدرسية، ووزارة مالية بصدد الإعداد لميزانية 2018، ووزارة التعاون الدولي والاستثمار اللي في انتظارها تحديات اقتصادية كبرى، وبين تحوير جزئي أو سد شغور أو حكومة جديدة تتباين آراء السياسيين حول تحوير الوزاري القادم، حيث اعتبر القيادي عبد الفتاح مورو أن الضرورة تقتضي سدا للشغور. الحتمية المطروحة هي سد الشغورات، لكن ذلك لا يمنع من فتح حوار من شأنه أن يؤدي إلى هذين الأمرين المتلازمين، أحدهما هذا الحوار الاجتماعي الاقتصادي، والثاني التفكير في حكومة إنقاذ تقنقراطي ربما أو فني أو مفكرش تقنقراطي غيرها اللي من شأنها أن تطبق برنامج الإنقاذ. بينما اعتبر ياسين إبراهيم رئيس حزب أفاق تونس أن التحوير الوزاري أصبح ضرورة، يزمها تحوير أكثر من 6 شهورات. معناها اليوم الرؤية وأنه فما معناها حتى في المستوى السياسي كان تتوسع القاعدة متاع الحزام السياسي الموجود الحكومة ما تكونش حاجة خايبة، وكان زاد النجم نعاود الراو بتقييم سيد رئيس الحكومة بعد عام توا عنده إمكانية تقييم الأداء. أما حركة مشروع تونس فقد بيّنت القيادية وطفة بالعيد أن الشاهد أصبح ملزماً على القيام بالتحوير. يوسف الشاهد رئيس الحكومة مع الأسف يبدو أنه مقيد في إجراء التحوير، أصبح توا ملزم بالقيام بالتحوير هذيك. الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى لسان الأمين العام المساعد سامي الطاهري أكد أن التحوير الوزاري المرتقب يجب أن يتجاوز سد الشغور ليشمل مختلف الوزارات وفق عملية تقييم دقيقة وموضوعية. تختلف الآراء وتقييم المرحلة اللي تمر بها حكومة الشاهد على أن التحوير الوزاري وذهب الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة بتركيبة وتحوير كلي أو جزئي بات أمر ضروري.